خلونا نفتح مع حضراتكم ملف الصحة، وهو ملف طبعا المهم جدا. وملفات الصحة في العالم دلوقتي بتدور حول حاجتين أو فيروسين، فيروس كورونا وفيروس جدري القردة. تعالوا نبدأ ببريطانيا. أكدت وكالة الأمن الصحي ارتفاع الإصابات بجدري القرود في البلاد لتصل إلى 1235 حالة. وقالت ويندي شابرد المديرة المعنية بملف إصابات جدري القرود في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة أنه يتواصل ازدياد تفشي مرض جدري القرود، وأنه تم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي. وأيضا أضافت أنه عادة ما يكون خفيف، ولكن يمكن أن يسبب مرض شديد في بعض الحالات، قد تقتل ما يصل إلى 10% من الأشخاص الذين تصيبهم العدوى. وأما السلالة الأكثر اعتدالا التي تسبب التفشي الموجود حاليا فهي تقتل شخص واحد من بين كل 100 شخص. بتمتد فترة حضانة جدري القردة ل 21 يوم، وده معناه أنه ظهور الأعراض ممكن يستغرق 3 أسابيع. يعني هنا بنتكلم على فترة ظهور أعراض، أعتقد أنها أكتر من فترة ظهور أعراض كورونا. كورونا في خلال أيام ممكن بيظهر المرض، لكن جدري القرود برضو من الأسباب اللي مخلية انتشاره واسع أنه ممكن 3 أسابيع الشخص يكون حامل الفيروس ومش باين عليه أي حاجة، ما عندوش أي عرض من الأعراض، بعدها تبدأ تظهر عليه الأعراض. فأكيد خلال ال3 أسابيع دول يعني ممكن يكون عدد كبير من الأشخاص. أعراض جدري القرود بنفكر تاني حضراتكم، وهو وفقا للمتفق عليه طبعا عالميا، منظمة الصحة العالمية وغيرها، أشهر أو أبرز يعني أعراض جدري القرود: الحمى، الصداع، آلام العضلات، آلام الظهر، وتضخم الغدد الليمفاوية، ومعاهم كمان قشعريرة وإرهاق يعني واضح على الشخص. تعالوا نعرف معلومات أكثر عن تطور جدري القرود وأيضا عدد الإصابات التي سجلت ارتفاعا في سياق العرض التالي.